السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونبارك لهذا الملعب الطيب الذي جمعنا على الخير ويجمعنا دائما، ونتمنى من الله العلي القدير أن نرى المغيبين عنا في السجون قريبا معنا إن شاء الله، ونشارك معكم هذه القصيدة البسيطة. هلومية هلا بيكم، نابولي يحييكم لوجبة عشاء يدعوكم، يا محلى لمة الأخوان تروي الضامي العطشان وتذهب عننا الأحزان، عسى الله لا يفرقنا وتتطور ملاعبنا وتنافس الشجعان، ونشكر كل من ساهم ومن أعطى ومن قدم وجمعنا بهالماتم. تعالوا نوضحوا الصورة، هدفنا ما هو الكورة، هدفنا الكل يحب غيره ونعيش نفوس مسرورة، هدفنا الشاب يتعلم ويدرس دوم ويتقدم ومثل هاليوم يتكرم، شباب ونفتخر بيهم عسى ربي يخليهم بهالدنيا ويحميهم. تعالوا الحكم صفر نبي باسات مو أكثر، لا تحزن إذا مغلوب ولا تشتم إذا مضروب، خلك دائما محبوب، وإذا كان الحكم ظالم اظهر فنك وهاجم، وخلك في اللعب صارم، حول الهزيمة فوز، كابتن ماجد يقاوم. لا تحزن إذا مغلوب ولا تشتم إذا مضروب، خلك دائما محبوب، وإذا كان الحكم ظالم اظهر فنك وهاجم، خلك في اللعب صارم، حول الهزيمة فوز، كابتن ماجد يقاوم. دع الجمهور يتمتع ويشهد إنك الأروع، ويقولون الفريق أبدع، شوف أحمد إذا مغلوب يضحك لك يقول لك بكرة بتحداك، حتى الموت ما ينساك، عنده أمل ما يأس يفوز عليك. شوف أحمد إذا مغلوب يضحك لك يقول لك بكرة بتحداك، حتى الموت ما ينساك، عنده أمل ما يأس يفوز عليك. وتعالى شوف أبو أحمد جعفر ابن مال الله يتحايل ويلصق فيك، تروح يمين تلف يسار يلف عليك ما يخليك، مثل ظلك يصير وياك، وإذا يوقع يصرخ يا حكم مظلوم، يصفر الحكم فاول، وش سويت يا جعفر؟ كشفنا الخطة والحيلة، حرام عليك يا جعفر. احمل الابتسامة وياك في الملعب، يرتاح القلب يا أخوي ما يتعب، خلي الناس منك دوم تتعجب. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.